مرحبا، أنا تاني مامو من WWE الآن. انتهت أحداث اليوم الثاني من WrestleMania 37، وبذلك انتهى WrestleMania 37 لننتظر عرض مثير آخر العام القادم. ولكن بحلقة اليوم لنستعرض معكم شو كانت أبرز أحداث اليوم الثاني من WrestleMania 37. انتهى عرض WrestleMania 37 بليلته الثانية بعدد من الأحداث القوية، خاصة بعد ليلة أولى حافلة بالإثارة. النزال الأول يلي افتتح WrestleMania 37 بليلته الثانية كان بين The Fiend ومعه Alexa Bliss ضد The Viper Randy Orton، على الرغم من أنه The Fiend عاد إلى شخصيته يلي كانت ما قبل TLC، وكان النزال بينه وبين أورتن ندي للغاية، إلا أنه ظهور مفاجئ ومغاير تماماً لأليكسا بليس تسبب بخسارة صادمة لذا فيند. معركة لقب زوجي السيدات حسمتها كل من ناي جاكس وشينا بيزلر بعد ما نجحوا بالفوز على الفائزتين بنزال التاك تيم تيرم أويل يوم الأمس ناتاليا وتامينا، وذلك بعد ما نجحت بيزلر بجعل ناتاليا تستسلم بحركة سليبر هولد. النزال التالي المرتقب بين سامي زين وكيفن أوينز بحضور نجم اليوتيوب العالمي لوغان بول، يلي إجا بدعوة خاصة من زين لكي يكشف عن المؤامرات يلي تحاك ضده على حسب تعبيره. اللقاء شهد أيضاً الكثير من الإثارة والحماس، خاصة وسط حضور الجماهير يلي تفاعلت بشكل كبير مع هالمواجهة يلي سيطر عليها أوينز بأكثر فتراتها، ولكن سامي زين سرعان ما تدارك الأمر ونجح بتحويل الدفة لصالحه. ولكن كل هالشي ما كان كافي لكي يحقق سامي زين الانتصار على أوينز يلي نجح بالنهاية بالفوز بعد حركة ستونر. وبعد نهاية اللقاء دخل لوغان بول للتحدث مع كيفن أوينز وتهنئته على الفوز، إلا أنه هالشي ما عجب سامي زين وقام بالتهجم على بول قبل ما يدفعه الأخير أرضاً وسط ذهول الحاضرين. ولكن لوغان بول ما كان بيعرف أنه مصيره كان أيضاً ستونر أخرى مباغتة من كيفن أوينز. لقب آخر تم الدفاع عنه بهالليلة الحافلة من WrestleMania 37 وهو لقب الـ US Championship يلي نجح شيمس بالانتصار على ريدل بلقاء شهد قوة بدنية كبيرة بين النجمين، ولكن حركة بروك كيك رهيبة من شيمس على ريدل كانت كافية بالنهاية بحسم اللقب لصالح المحارب الإيرلندي ليصير هو البطل الجديد للـ US Championship. نزال نيجيريان درام فايت بين كل من بيج إي بطل انتركونتيننتل وخصمه أبولو كروز شهد أيضاً تتويج بطل جديد باللقب وهو أبولو كروز يلي نجح بالانتصار بعد ما تدخل نجم عملاق غير معروف هاجم بيج إي وسهل المهمة لكروز. لقب رو للسيدات شهد نزال قوي بين البطلة أسكا وخصمتها الصاعدة حديثاً من الـ NXT ريا ريبلي يلي استطاعت تحقيق فوز تاريخي وأنه تتوج بلقب السيدات برو لتنهي بذلك سيطرة النجمة اليابانية أسكا يلي يبدو أنه ريبلي كانت مستعدة لها بالنهاية. دافع بطل اليونيفرسال ورأس الطاولة رومان رينز عن لقبه بنجاح أمام كل من أجل الفائز برويال رامبل لهالسنة والمتحدي العنيد دانيال براين بنزال ثلاثي جمع بيناتهم بختام نزالات WrestleMania 37 التاريخية. النزال كان بالفعل كما بتوقعوا الكتار مليء بالحماس والإثارة، وتخللوا كتير من اللقطات واللحظات يلي ما رح ينسيها الجمهور. وعلى الرغم من تدخلات جي أوسو المستمرة بالنزال لصالح رومان رينز، إلا أنه هالشي ما منع أج ودانيال براين من تبادل السيطرة على زمام الأمور خلال فترات متنوعة من اللقاء، وما إن ظن الجميع بأنه أج رح يصنع الإنجاز ويفوز ويصبح هو بطل اليونيفرسال الجديد، حتى ظهر جي أوسو من جديد ليلفت انتباه أج يلي كان قد حطم دانيال براين بالكرسي وتسبب بتعافي رومان رينز يلي قام بدوره بالقضاء على أج ويقوم بعدها بتثبيت الاثنين معلنا هيمنته على سماك داون وحفاظه على اللقب. شاركونا بتعليقاتكم بالجواب على هالسؤال، شو كان النزال الأكثر قوة بWrestleMania 37؟ شاركونا بأجوبتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودايما زوروا موقع WWEArabic.com لكل الأخبار عن عالم WWE. شكراً لمتابعة WWE الآن.